السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في زيد حلقة اليوم. اليوم سوف نلعب لعبة ماينكرافت أو سكاي بلوك أو بلوكة واحدة غالية، وسوف نلعبها مع التورلايك سبسكرايب. هاي بنات تكون سلسلة في القناة. قبل أن نبدأ التورلايك، ما تنسى أن تضع كومنتير لكي تقول لي لكي تحب في الزيد كما تعرفون. ضع تعليق الآن وسوف تفحزم. اوكي بين تسقاو ندخل مباشرة للجيم، وهي بين اوكي هذه لعبة سكاي بلوك. سوف يعطينا بلوكا اولا، عطانا سيزر اوكي. سوف نخسر هذا السائر الذي في الوسط وسيعطينا سائر ما اوكي. بدينا بالسيزر واتش منت اوكي. هذا باختصار انا في هذا العالم لوحدي كما ترون، هذا لوحدي انا. يجب علي ان ازمع كثير من الاسئلة. انتظر عطاونا كتوب هنا. اوه نحن في المريخ هنا اوكي. انتظر هذا ايضا، وهذا كتاب مال، هذا كتاب كيعلمك كيف تصيب ادوات وغيرها من ذلك. وهذا الستار نمشيو لشي عالم اخر معرف شنو. اوه نايس اوكي بدينا. هذا راكس نايس اوكي. عطانا خنزير بي نايس كين اوكي. نحطو شي هو عطاونا الادوات كلشي مزيان. هذا مكتالي وصل الادوات اوكي. نحطو شي على الجنب نايس. نقول الادوات كلهم يا هذا نربي، وهذا باش يعطينا اللحم فهمتي. نقدر نكسرو إذن سوف نكسر إلى أن يعطينا شيئا من ذهب أوكي. أعطانا أخوه أعطانا كنا نكبروا البلاصة. وش لا ممكن تحت ممكن هنا وش كن الصزر هنا نايس. نطلع الفوق بيجي شنو يعطينا دابا النيفو واحد يعطينا السيزر فهمتي. بعد ما الطائرة طور النيفو يعطينا شي حاجة بزاف. دابا عطانا صندوق او عطانا 64 سطاك دابا نوسعو بيه المكان هنا فهمتي. يا نايس تهضر تم حيد نايس تكيو صار مزيان في حقو تسنى. نخليو هاد البلاصة باش نهودو منه فهمتي. هدر فين اخو فين اخو فين الاخر طاح ماش فين هو طاح. صار مزيان في حقو تسنى قوي صافي. ديرش من قليل وور قليل من وسطات ناس. دابا نشوف شي حاجة أخرى نهرسو هادي تهرس شي حاجة عطاني شي حاجة مزيان. أووو نايس عطاني خروف نايس مزيان كاين. شوف شي حاجة أخرى عطاني شي حاجة أخرى عطيك خرد لي شي وحش وشي حاجة تنسى نحسني منك ثلاثة تايف فهمتي. لا عطنا شي حاجة مزيان مزيان. صندوق 264 ديال ووو نايس عطاني جو فين نزرعو الصدر. هادي شي قوم نزرعو حنا في الصدر حنا واو ويلي نايس. هذاك سنو كنت نبت دغيا خلاك تنبت دغيا عرفت فين هي هنا فين. حطيتها هنا تحطها فوق هنا هو خرفنا خرف دو شنو هو الصندوق هذا. عطاني الصندوق
شنو غادي ندير؟ فينا او دابا انت على المرحله الاخرى. نمشيو لهنايا طوالا نسبعو سيزار اليوم. واحد كيما سيزار قلت لك ولا حديقه عمره وتعرف قاعد تعطينا الدير باش نشوف شنو المشكل هنا اخويا. قاعد تعطينا الدير هنا يبغى راه الله عبد تعطينا الدير شي هاو هاو عطاني بيه واو شنو عطاني؟ عطاني شحال جديد ويلي 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 سكر على الحمد. دابا عاد القضيه دابا دابا عند ماينكرافت دابا عند وان بلوك دابا قبيله راه كانوا كيضحكوا علينا هاد الشيخ كانوا كيضحكوا علينا دابا عاد عطاونا حساب دابا مزيان دابا نمشيو نديرو كرافتين تابل دقتن دابا نديرو كرافتين تابل صراو بيه بزاف ديال الحوايج دابا مزيان دابا تعاملتو معانا كاين تقدر تكبروا الحظيره شويه كبروا باي طريقه ممكنه مزيان شوف شحال او دغيا كبر او شكون من خروف ديال التاش شكون كاين معرف بغيت كاين انا مات مزيان التزرا ديال تعاوني دار لقيت الخصيبه صاحبي لا من دو صد غير مزيان كلشي كاين نعطيهم الماء مزيان شوف الصنادق نسيت حسن ندير الصنادق ما عندي خصم مزيان دير واحد زيدتين مزيان ما عندي جوز دابا هدا غندير فيه بزاف ديال الحوايج فهمتي نزيد هنا نحيد تق نحيد اخر نزيد هنا هنا مزيان ارا منحطو فيه شي لعيبات نحط فيه كاع الالعاب اللي لزمنا دير كلش سير طرات لنا شي حاجة باش ندير خو الله 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 وظف باش نطلع هو شو نحس نحيد هاد الحجر نعاود نطلع بيكم انا افكر اذا انا موجود مزيان سي واحد البلاصة يا تنسى نهار اللي دير خويا دير ديما حاس يكون معاه مرة إلا طاحت شي حاجة شكون غنقعد غادي نخروف اوكي ليتس جو با اوو مزيان ماشي مزيان بداية جميلة بداية جميلة هادي والله حتى بداية جميلة شوف شنو هاد صندوق واو شحال جديد اصاحبي الرب داك يخرج لنا شي حاجه مفيده صح ماشي بحال في الاول كيخرج لنا الدير صح طين او شحال جديد او موسم الدلع موسم البطيخ موسم الدلع البطيخ نشوف شنو او واه حسن فورم دابا حسن الحجر خروا لي الحجر لا عطيني او شنو فراوي او انا تسنى واش تسمعوا ليا سنة ماشي بحالك واش واش لا تفوز كنت بغا ندير كنت بغا نقتلو ونصيب سرير سرير مشى دابا مسكين حسن تسنى واحد وصحابي هادو ناضيين هادو عيانين الاقصر هذا السلاح اللي عندي عيان اللي عطاهم لي عيانين تفو ما عنديش حجر ولا شي حاجه باش نقاد قدرت تصيب بيه الدير واش واش ترى بزاف تصيب بيه لا هنا ميمكنش وات ذا فاك صح شو تبغي مزيان نزيد نزرعو الصزر مزيان تندير في حديقة ديال الصزر فهمتي اوكي ربما الى هنا تنتهي حلقتنا ان شاء الله في حلقة قادمة وتوش اخر مرة اخر ستوك الذي سوف اضيفه عندي اخر مرة غنضرب سير اخر مرة غنستوكي ونشوف اخر حاجة غتعطيني شي حاجة مميزة غنختمو بها الفيديو حاجة مميزة لا نحفظ حاجة مميزة Let's go
اوه نايس. دابا مزيان، دابا مزيان، دابا كاين، دابا بدا. اوه دابا الفحم، دابا عاد بدا تقيل في خبارك. مزيان نايس. سن عطا شحال، عطا شي المدير سن حسن قد هذا حط في قاعد الانواع هادو اللي عطاونا. واش 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 خبز 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 واش 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 حطو خونا مفتح من بعد. مزيان نايس. شو دابا رجع هادشي هنا كاع طون شي وقع شي حزة. زيت تحت كاين. شويه المساعد، شويه المساعد اللي حط شويه المساعد. ها راه انت شحال هذا قلت لك راه بغا ندير هنا. دير واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. يلا تغير نوض. أنا جبت لكم ماكلة كلشي كاين هنا أسبوع مهم. أوكي ليتس جو الدراري نشوف شي حاجة أخرى. شحال عطاهم شحال ندير صعيب نهرشو هذا أصلا. باين هنا حصل وقت وقت حصل البيكاكس هو معاك الأقص. حصل الأقص. يلا يلا عطينا الفحم. يلا 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 بينا عطينا الفحم. اوه الايرون اخي اخي غير لو انت سحق شو ما انت ان شاء الله حلقة قادمة قد واحد.